انعقد بمراكش اجتماع اللجنة الجهوية للتنمية البشرية لمراكش أسفي، الذي تم خلاله التأكيد على عدد المشاريع الجديدة المقترحة برسم السنة الجارية على مستوى الجهة، والتي بلغت 909 مشروعاً بتكلفة إجمالية وصلت إلى ما يفوق 448 مليون درهم، حيث حددت مساهمة المبادرة الوطنية في 390 مليون درهم. المشاريع الجديدة تهم برامج تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية أقل تجهيزاً، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وأيضاً الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. بلغ عدد المشاريع 2565 مشروع، تم بكلفة إجمالية تقارب 1.4 مليار ديال الدرهم. تم إنجاز حوالي 82% من هذه المشاريع، وهذه المشاريع تهم مجموعة من البرامج، منهم برنامج تقليص فوارق اجتماعية، كذلك برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبرنامج إدماج اقتصادي للشباب، حيث تم خلق 859 مقاولة لفائدة 897 مستفيدة ومستفيد. في ختام هذا الاجتماع تمت المصادقة بالإجماع على المشروع الجهوي لتصفية الدم البريتونيال لفائدة الأطفال مرضى القصور الكلوي المزمن بجهة مراكش أسفي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 ملايين درهم، بتمويل كلي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين 30 طفلا. وأكد الاجتماع بالخصوص على مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية عبر تعبئة كل الإمكانيات والطاقات حول رؤية مستقبلية مشرقة في ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.